السلام عليكم. ده الفيديو الثامن في الكلام عن الميموري. في الفيديو ده هنحل المثال ده. بيقول لك قارن بين الثلاث حاجات دول. عندك كاشز كل واحده فيهم 4 بلوكس و واحده فيهم دايركت مابد، وبعدين 2 واي سيت اسوشيتيف، وبعدين فولي اسوشيتيف اللي هي 4 واي سيت اسوشيتيف برضو، ان هي 4 بلوكس بس. وبيقول لك ان انت عايز تاكسس السيكونس ده اللي هو 08068. ده كده البلوك اكسس سيكونس في الميموري الاصليه. طبعا انا عايز اكسس بلوك 0 في الميموري الاصليه، بلوك 8، بلوك 0، بلوك 6، بلوك 8، واشوف الكاشه مش لها عامل ازاي. طيب فلو الكاش عندنا في الاول خالص اللي هي حاله الاربعه اللي هي دايركت مابنج، هتلاقي ان الكاش عامله كده، وهتلاقي فيها اربع اماكن، دي 1 2 3 4. واحنا عايزين ناكسس بلوكس 0 8 و 0 6 و 8 من الميموري الاصليه. فاحنا محتاجين الاول نشوف، طالما انت بتتكلم على دايركت ماب، كل واحد من دول له مكان محدد المفروض يروح. شوف كل واحد فيهم المفروض يروح فين. طبعا واضح ان الزيرو عايز يروح، يعني الزيرو من الميموري الاصليه عايز يروح ل دي 0 0 0 1 1 0 1 1. فالزيرو عايز يروح للزيرو زيرو. طيب واحد عايز يروح لواحد، اتنين عايز يروح لاتنين، تلاتة عايز يروح ل التلاتة، وبعدين الاربعة عايز يروح للزيرو، خمسة عايز يروح لواحد، الستة عايز يروح للاتنين. فهتلاقي ان الستة عايزة تروح هنا، السبعة عايزة تروح هنا، انت مش عندك سبعة، وعندك التمانية كمان عايزة تروح للزيرو. اللي هو بصورة تانية تقدر تقول البلوك نمبر، زي ما قلنا بلوك نمبر موديولو نمبر اوف سيتس، اللي هو نمبر اوف بلوكس هنا برضو، اللي هو هيبقى موديولو اربعة. فانت زيرو موديولو اربعة هيدي لك زيرو، ستة موديولو اربعة بيدي لك اتنين، اللي هو الاتنين دي، عشان باقي الاسم ستة على اربعة هو اتنين، وتمانية موديولو اربعة بيديك صفر تاني، عشان تمانية بتقبل الاسم على الاربعة. فبالتالي لو انت عايز تاكسس البلوك زيرو من الميموري، انت كده كده بتحتاج تنقله الاول من الميموري للكاش قبل ما تشتغل معايا. فانت لو عايز تدور على بلوك رقم زيرو، عايز تدور في الميموري في البلوك ده. لو انت عايز تدور على بلوك رقم 8 هتدور برضو في البلوك ده، على حسب بقى التاج يعني. ولو عايز 6 هتدور في البلوك ده. تمام. السؤال هنا بقى عايزك ترسم له محتويات، او تقول له ايه محتويات الميموري بعد كل اكسس من دول، وهل حصل هيت ولا مس، هل لقيت الحاجه في الكاش ولا ما لقيتهاش في الكاش. طبعا انا عايز ترسم محتويات الكاش مش الميموري نفسها، عايز ترسم محتويات الكاش بعد كل اكسس من دول. وعايز تعرف كمان عدد او نسبه المسز للهيتس. طيب انا هفترض هنا بس الاول ان البلوك ادرس هو 4 بيتس. انا هفترض ان هو البلوك ادرس 4 مش 32 بس، يعني عشان لو عايزين نكتب التاج يعني الموضوع هيبقى عامل ازاي. فهو 8 دي محتاجه 4 بيتس، لو هو 32 بيتس هيبقى 4 بيتس الاولين هم اللي بيتغيروا والباقيين هيبقوا صفار. فانا هفترض ده مش موجود في السؤال الاصلي يعني اللي في السلايدز. هنفترض ان احنا شغالين على ان البلوك ادرس 4 بيتس بس، فبالتالي هو لحد رقم 15 اظن ممكن تاكسسه، بعد كده خلاص مفيش حاجه ثانيه اصلا. وبالتالي لو البلوك ادرس 4 بت، طبعا هنا اصلا هو مش محدد كل بلوك فيه كام وورد ولا كل وورد فيها كام بايت، فهو مش مهتم يعني. لو البلوك فيه 4 لو البلوك فيه 4 ووردز كمان، هتلاقي ان عدد الكلي 4 زائد 2 زائد 2 يعني 8. هيبقى الادرس الكلي اللي هو البايت ادرس هيبقى 8 لو البلوك فيه 4 ووردز. هو مش محدد، هو مش مهتم ان هو كتير اصلا بيأكسس البلوك على بعضه، فهو مش مهتم بالتفاصيل اللي جوه يعني. فانا هفترض بس ان البلوك ادرس ب 4 بيتس، فبالتالي نظرا ان احنا عندنا 4 بلوك كاش، فبتاخد 2 بيتس منهم، 2 بيتس منهم بيروحوا ايه؟ بيروحوا للاندكس، و2 بيتس بيروحوا للتاج. تمام. فبالتالي يعني نرسم بقى، عايزين نرسم بقى كاش بمحتوياتها بالكلام اللي فيها كله، بالاضافه لهل هيحصل هيت ولا مس. فلو وصلنا الكلام تحت حاجه كبيره كده، فزي كده مثلا. ف حطيت هنا ريكويست اللي هو احنا عايزين اكسس اول حاجه ايه في الميموري الاصليه 0 8 0 6 8. فهتحط هنا انا عايز اكسس 0 8 0 6
8، او لو عايزين نكتبهم بالباينري احنا قلنا ان هو هيبقى 4 بيتس، فهتلاقي نخليها محطرهم باينري، ده هتلاقيه 0000. انا عايز البلوك اللي ده عنوانه في الميموري الاصليه، انا عايز 8 اللي هو 1000، ونفس ال8 اللي تحت برضو 1000. 6 هتبقى 4 و2، فهتبقى 0110، ده هيبقى 0000. فدي الريكوست اللي انا عايزها من الميموري الاصليه. طيب في البدايه خالص، اول ما فتحت الكمبيوتر كان الكاش فاضيه. بالمناسبه ده كده الهيت ولا مس، هل هلاقي اللي انا عايزه ده في الكاش، ولا هضطر اجيبه من ميموري. دي كده كاش اوف 0، كاش اوف 1، كاش اوف 2، كاش اوف 3، اللي هما دول 0 1 2 3. كل واحد من دول طبعا متقسم ليه، عندك valid bit وعندك غير valid tag والداتا. فكل واحده فيهم نفس الكلام، ادي valid tag data، valid tag data. طبعا احنا قلنا هنا ان التاج هيبقى 2 بيتس هنا، valid tag data. تمام. طيب في البدايه انت اول ما فتحت الكمبيوتر طبعا كان لسه كل حاجه بصفر، ايه ما كانش في حاجه اصلا في الكاش، فالفاليد ده كان بصفر صفر صفر صفر، وما كانش فيه هنا داتا، هنا ما كانش فيه اي حاجه، كان فيه شويه حاجات مالهاش دعوه بيها يعني. طيب في الاول بعد كده انت اول حاجه طلبت اول ريكويست، اللي هو انت عايز الحاجه اللي جوه الميموري اوف زيرو، او بلوك زيرو في الميموري. فطبعا مفيش اصلا الكاش اصلا ما فيهاش حاجه، فلازم يحصل مس هنا. تمام، حصل مس، بعد كده رحت الميموري نقلت اللي انت عايزه وحطيته في الكاش، فهتبقى نقلت هنا داتا، بقت الميموري اوف زيرو، الحاجه اللي موجوده في البلوك زيرو في الميموري. طبعا دلوقتي دي بقت valid، فانت حولت الكلام ده لواحد في الاول خالص. طب ليه انا حطيت الميموري اوف زيرو هنا في دي؟ عشان احنا قلنا ان الصفر والثمانية الاثنين بيتحطوا في الميموري اوف زيرو، مش بيتحطوا في ورا في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة، فعشان كده حطيت الميموري اوف زيرو في الداتا دي. طب هنا دول دي لسه صفر، وده لسه فيه رابش ورابش، او في حاجات مش دعوة بيها يعني، لسه دول الفاليد بتاعهم بصفر زي ما هم، انما ده اللي اتغير بس وبقى فيه الميموري اوف زيرو كداتا. طب التاج بتاعه ايه؟ يعني دول ثلاث اصفار، التاج هيبقى صفرين، اللي هم بقية الحاجات اللي ما بقوش في الاندكس. تمام، يعني الاثنين دول هم اللي ودونا هنا، اللي هو ايه؟ اللي هو 00 01 10 11. فالاثنين بيتس دول هم اللي ودونا هنا، والاثنين بيتس دول اتحطوا هنا. طيب بعد كده عايزين اكسس ده اللي هو ايه؟ اللي هو 8. فاولا احنا بنشوف 8 المفروض تكون موجوده فين؟ 8 المفروض تكون موجوده في 00 برضو. ف اللي بيحصل هنا ان احنا عايزين نشوف هل الميموري اوف 8 موجوده في الداتا. هنبص هنلاقي ان الميموري اوف 0 هي اللي موجوده، مش الميموري اوف 8. فاولا هيحصل مس، لان انا ما لقيتش الميموري اوف 8 اللي انا عايزها. ثانيا الفاليد لسه هي خلاص، هو فاليد خلاص، مش هيضيع كده. التاج 00، التاج 1 0 اسف، ليه؟ لان التاج اللي هو الاثنين بيتس دول، فهنا التاج بقى 1 0 و 00 دي اللي هي العنوان. بعد كده شلت الميموري اوف 0، اضطريت ارجعها للرام واحط بدلها ميموري اوف 8. طيب بقيه الحاجات دي يعني هنا شويه اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام، ما حصلش فيها اي تغيير، لان انا كده كده لسه الفاليد ده بزيرو، يعني الفاليد لسه بزيرو هنا، والفاليد ده بزيرو هنا، والفاليد ده بزيرو هنا، لسه الحاجات دي ماليش دعوه ايه اللي فيها، لسه ما كتبتش فيهم اي حاجه، فبالتالي لسه الفاليد بتاعهم بزيرو، لسه ما فهمش هم اي داتا انا محتاجها. طيب بعد كده انا رجعت عايز الزيرو تاني. طيب الزيرو اصلا بيماب فين؟ الزيرو مجددا بيماب في نفس الزيرو زيرو اللي هي في سي اوف زيرو تاني. فحاجه بص في الزيرو، في الزيرو دي هلاقي ان الميموري في 8 هي اللي موجوده، فانا عايز اشيلها، فيحصل مس اولا لان انا ما لقيتش الميموري اوف زيرو، الفاليد لسه بواحد وهيفضل واحد على طول عامه. التاج اتغير تاني بقى 00 وبقى هنا في الميموري اوف زيرو. وبعد كده ده بقى لسه بزيرو زي ما هو، ده لسه بزيرو زي ما هو، لسه بزيرو زي ما هو، هنا في اي كلام مش مهتم بيه. طيب تمام، بعد كده عايز اكسس السته اللي هي 0 1 1 0. طب دي عايزه اكسس ايه اصلا؟ عايزه تروح لل 1 0، الاندكس 1 0 اللي هو ده. طبعا هتروح هنا هتلاقي مفيش حاجه برضو، هتلاقي مفيش حاجه في الفتره اللي قبلها مش فيها اي حاجه، هنا في زيرو، فهيحصل مس ان انا ما لقيتش الام اوف 6، ما لقيتهاش.
تمام. بس هروح المين، هروح المين ميموري او الرام واجيب اللي انا عايزه، فهيبقى ده بواحد دلوقتي. بعد ما حصل مس ودور رحت الميموري ورجعت تاني، هيبقى ده بواحد، والداتا هتبقى هنا ميموري اوف 6. طب والتاج هيبقى 0 1، فالتاج ده كده بقى واحد وهيفضل واحد زي ما هو، بينما ده لسه بصفر ده لسه بصفر. طب وهنا هيبقى ايه انا دلوقتي طلبت 0 1 1 0، فايه اللي هيبقى هنا؟ ده ما اتغيرش، هيفضل هنا الميموري اوف 0 زي ما هو، وهيفضل ده 0 0. دول اصلا ما اتغيروش، لما انا طلبت حاجه المفروض تتحط في الكاش ده او في البلوك ده مش في البلوك ده، فده يفضل ثابت زي ما هو مش هيتغير. طيب بعد كده طلبت الثمانيه تاني، الثمانيه بتتحط هنا مجددا في سي اوف 0، فبصيت لقيت ان سي اوف 0 فيها الميموري اوف 0 مش الميموري اوف 8، فهيحصل ميس تاني، والتاج هيرجع 1 0 تاني عشان 8 التاج بتاعها 1 0 اصلا، ميموري اوف 8، وهنا هيبقى فيه ميموري اوف 8. طبعا ده لسه 0 زي ما هو اي كلام، وده 0 زي ما هو اي كلام، وده هيفضل زي ما هو 0 1 والميموري اوف 6. فبالتالي في الصوره دي انت كده عملت دايركت مابنج. اللي حصل ان حصل عندك 5 ميسز، السيكونس ده حصل 5 ميسز ورا بعض، ما حصلش ولا هيت، مفيش مره دورت على حاجه في الكاش ولقيتها. طبعا لو بتاع ده كان اختلف شويه، يعني لو قلت 0 8 8 6 0 مثلا كان هيحصل هيت للثمانيه الثانيه، بس هو الـ المثال اللي هو جاي هنا ما بيحصلش فيه اي هيتس خالص، فهتلاقي ان الميس 5 اوت اوف 5. تمام. المطلوب الثاني بيقول لك اعمل نفس الكلام لو عندك تو واي سيت اسوشيتيف. فانا لو ممكن اخد نفس الجدول ده ثاني، بس هعدي عليه شويه، هاخد نفس الجدول كده وهعمل له بيست تحت. لما يكون تو واي سيت اسوشيتيف ده معناه ان انا بحط الحاجات فوق حاجات، يعني هيبقى عندي اتنين فوق بعض، فهتلاقي عندك ان الكاش بقى كاش اوف 0 وكاش اوف 1 بس، خلاص كده بقى هما اتنين بس، بس كل واحده فيها ممكن تحط فيها اتنين انتريز مختلفين. فانا اولا ما بقاش عندي سي اوف 0 سي اوف 1 سي اوف 2 اوف 3، او بقى سي اوف 0 مثلا سي اوف 0 بوتوم مثلا، وسي اوف 0 اب، وسي اوف 1 مثلا بوتوم، سي اوف 1 اب، وده العنوان بتاعه 0، وده او الاندكس بتاعه 0 0، وهنا الاندكس بتاع ده 1 والاندكس بتاع ده 1. تمام. فده كده الجدول بعد التعديل شويه. نفس الكلام، احنا عندنا السيكونس 0 8 0 6 8 0 8 0 6 8 اللي هو نفس السيكونس ده. طيب دي تو واي سيت اسوشيتيف، فهتلاقي حاجات عايزه تروح لاول واحده، هما الاثنين دول لو رسمتها كده تبقى اثنين فوق بعض او كده، الاربعه بلوكس هيبقوا محطوطين كده، ده كده بلوك وده بلوك وده بلوك وده بلوك. عايزين نشوف كل واحده فيهم عايزه تروح فين. يعني لو الادرس 0 هتلاقي 0 مديوله كام؟ مديوله 2، هو دلوقتي بقى 2 سيتس بس، سيت 0 وست 1، ف 0 مديوله 2 ب 0، ف 0 عايزه تروح هنا هنا او هنا. طيب الواحد 8 عايزه تروح برده، 8 مديوله 2 ب 0 عايزه تروح هنا او هنا. طب وال 6؟ 6 من جول 2 برضه بتقبل اسم على الاثنين، فبرضه خارج الاسم باقي الاسم بزيرو، فعايز تروح هنا او هنا. فكلهم عايزين يروحوا اصلا في نفس الست دي، محدش عايز ياكسس الست دي خالص، محدش عايز يتحط هنا خالص يعني. لكن ممكن تروح هنا او هنا، فانت عندك احتمالين ممكنين بس في نفس الست ليهم كلهم. فلو حبينا بقى نشوف الكلام ده هنا، هنلاقي عندنا مثلا طبعا الست بقت اختيارين بس، اتنين سيتس بس، فدي اتنين اس واحد، فالاندكس بيبقى واحد بس اللي هو اول بيت في الادرس اللي هو ده، والتاج هيبقى الباقي اللي هو تلاتة. فواضح طبعا ان كلهم 0 0 0 0 0، فكلهم عايزين الاندكس بتاعهم يبقى 0 اللي هو في الكاش اوف 0، سواء الكاش اوف 0 تحت او الكاش اوف 0 فوق. طيب دلوقتي نشوف اول مره خالص، برده كان كل الفاليد بيتس بصفار وبتاع. اول مره انا طلبت الاربع اصفار، عرفت الحاجه اللي في ميموري اوف 0، طبعا هيحصل مثل الكاش كان خد فاضي خالص، انا اول ما فتحت الكمبيوتر الكاش مش فيه اي حاجه، والفاليد كان بزيرو، بس انا بعد كده رحت الميموري وجبت القيمه اللي انا عايزها وحطيتها، فغيرت وانا بحطها غيرت الفاليد خليته بواحد، وبقى هنا في
الميموري اوف زيرو فين؟ في الكاش زيرو، سواء هنا او هنا، ممكن اختار دي او اختار دي. انا اخترت دي بس ده مش لازم اختار دي، ممكن اختار دي. تمام، ان هي دي عايزه تتحط في حاجه اوف زيرو خلاص، بغض النظر بقى هي هنا او هنا. تمام، طب التاج هنا هيبقى ايه؟ التاج هيبقى اخر 3 بيتس، هيبقى 0 0 0. تمام، طيب بعد كده طبعا دول لسه صفار صفار صفار. طيب بعد كده الريكوست بقى طالب 8 8 عايزه تتحط في حاجه فيها 0 سواء هنا او هنا. بس اولا في البدايه هيحصل هيت ولا ميس؟ هيحصل ميس، لان مفيش عندي ميموري اوف 8 موجوده في اي حته. هي عايزه تتحط هنا او هنا، فانا عندي اختيارين، اما ان انا ريبليس دي واحط ال 8 مكانها، بس ساعتها انا مش هبقى استفدت حاجه اصلا من الاسوشيتيفيتي اللي انا عملتها. فانا مش هعمل كده، اللي هعمله ان انا هسيب دي زي ما هي ام اوف 0 والتاج بتاعها 0 0 0 زي ما هو. طبعا الواحد ده مستمر معانا للاخر، هو الفاليد بيت خلاص. ميموري اوف 0 وهغير دي بدلها، فهتلاقيني احط هنا الميموري اوف 8 والتاج بتاعها هيبقى 1 0 0 1 0 0 بينما هنا التاج 0 0 0. فانت كده حطيت الميموري اوف 8 والتاج اللي هو 1 0 0، دول لسه صفار زي ما هم. طيب بعد كده هتكون عايز صفر تاني، فالصفر تاني هو لسه موجود انا ما غيرتوش، فبالتالي هيحصل هيت لان الصفر زي ما هو، ومش هغير حاجه هنا، هسيب دي ميموري اوف 0 زي ما هو زي ما هي. انا اصلا عايز الزيرو، فخلاص هي موجوده زي ما هي، ما حصلش مشكله. وبالنسبه لده اولا هنا في اللي قبلها الفاليد بيت بقى بواحد اول ما حطيت فيه حاجه، والفاليد بيت لسه بواحد وانا ما غيرتش ده، فلسه دي فيها ميموري اوف 0 ميموري اوف 8 زي ما انا عايز. بقى كده انا عايز السته، السته عايز تتحط برده هنا او هنا. طيب انا دلوقتي مضطر اريبليس حاجه، انا خلاص مفيش غير هما مكانين بس، والمكانين محجوزين، فانا مضطر اريبليس واحد فيهم. اريبليس اي واحد فيهم؟ الحاجه الانسب دلوقتي ان احنا نريبليس الحاجه اللي استخدمت من وقت اطول، يعني الحاجه اللي لسه مستخدمه قريب ما عملهاش ريبليسمنت، عشان الموضوع التمبرال لوكاليتي بتقول لك ان انا ممكن استخدمه، ممكن احتاج استخدمه تاني قريب يعني، او احتماليه ان انا احتاج استخدمه تاني قريب كبيره. فانا مش هشيل الام اوف 0، انا لسه مستخدم الزيرو هنا. طبعا هيحصل اولا مس، لان ما عنديش ميموري اوف 6 في اي حته، فهيحصل مس. طبعا ده بواحد هيبقى واحد على طول. فانا ممكن اريبليس الام اوف 0 وممكن اريبليس ام اوف 8، بس انا هقرر اريبليس الام اوف 8 عشان انا لسه مستخدم الزيرو هنا، فهقوم مريبليس الام اوف 8 دي وحاطط بدلها الام اوف 6 والتاج هيبقى 0 1 1. تمام، بعد كده ده لسه هيفضل زي ما هو، انا ما غيرتهوش، ادي الام اوف 0. وبعد كده عايز تاني، للاسف عايز الام اوف 8 تاني. الام اوف 8 انا كنت شلتها عشان استخدمت الليست ريسنتلي يوزد، قررت اشيل الام اوف 8، فانا كنت شلتها فعلا، لكن اتضح ان انا هحتاج ال 8 تاني. ودلوقتي بقى يا اما هشيل الام اوف 0 يا اما هشيل الام اوف 6، بس الام اوف 6 مستخدمه بعد الام اوف 0، فهشيل الام اوف 0 دي بالتاج بتاعها واحط الام اوف 8 تاني بالتاج بتاعها اللي هو 1 0. بدل اسف انا المفروض اشيلها فين؟ لحظه اللي انا عملته المفروض اشيلها هنا، يعني احط هنا الام اوف 8 والتاج اللي هو 1 0 0. طبعا هنا ده هيفضل الام اوف 6 موجوده زي ما هي والتاج بتاعها 0 1 1 وهنا ام اوف 6. تمام، مجددا التاج اللي هو زي اللي هو التاج اللي هو ال 3 بيتس بس، ده ناتج من الافتراض اللي احنا افترضناه فوق ان الادرس 4 بيتس. لو هو كان 32 بيتس وكنا شلنا يعني هنحط بقيه الحاجات هنا صفار، هيبقى التاج كل دي صفار بعد كده لحد ما نكمل 32 ايا كان يعني. تمام، فكده حصل هنا، هتلاقي هنا طبعا حصل نس لان 8 ما كانتش موجوده، وبالتالي انت حصل لك هيت واحده من ضمن الخمسه، يعني يظل ده احسن من اللي فوق. اللي فوق ما حصلش ولا هيت خالص، هنا حصل هيت واحدة من الخمسة. تمام، طيب آخر حاجة هو طالب لو عايزين لو فوري اسوشيتيف، هنعمل برضه نفس الجدول تاني بالشكل ده كده، بس ساعتها طبعا البتاع بقت كلها حاجة واحدة، يعني بقت لو عايزين نمثلها بنفس الأسلوب هتبقى حاجة عاملة كده وفيها أربع أماكن، أربع كل هنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة، كلهم بقى مبقاش لهم عنوان، يعني بقى ست واحدة، فاتنين أس صفر بواحد، فالإندكس بقى
مفيش اي بيت محتاجه للاندكسنج، هي حاجه واحده بس، فمفيش اي بيتس محتاجه للاندكسنج، وبالتالي التاج بقى هو الاربعه بيتس دول، وبقت كلها هي صف واحد كده او عمود واحد او ايا كان يعني. لسه برضو عايز ادخل نفس السيكونس اللي هو 08068 08068. ففي الاول طبعا كالعاده في الاول اول حاجه بتحصل ميست، مفيش حاجه لسه في البتاع، وبعدين هروح الاقيها في الميموري، هقوم جايب واحد من هنا واحط التاج هنا، يبقى 4 بيتس تاج، ان هو مفيش اندكس اصلا، والداتا اللي هتتحط هنا طبعا دي اي واحده فيهم يعني، دي كده اي حاجه يعني، مش مفيش اي اختيار معين. فالداتا اللي هتتحط هنا هتبقى ام اوف 0 تمام، وده واحد ولسه ب 0 0 0. طب بعد كده عايز 8، ال 8 مش عايز تتحط في مكان معين، بس هي طبعا مثل ان مفيش ام اوف 8 في اي حاجه في الجدول اللي فوق، مفيش هنا ام اوف 8، هنحطها هنا اختياريا برضو. التاج هيبقى 1000 والداتا هتبقى ام اوف 8، الباقيين لسه زي ما هما. وبعد كده هيجي الزيرو تاني، زيرو هتلاقي زيرو موجودة، هيحصل هيت طبعا هنا، ده بينزل زي ما هو ان هو متغيرش، فهيفضل لسه ثابت زي ما هو في مكانه، وهيحصل هيت، فانت هتفضل زي ما انت برضو، ده هيفضل ام زيرو. بعد كده انت عايز الستة، الستة مش موجودة قبل كده، فيحصل الميس، بس هتتحط في أي مكان فاضي قدامها، طبعا هنا ده لسه زي ما هو اللي هو برضو ام في 8. الستة بقى تقوم تحط هنا وتحول ده واحد، نشيل ده ونشيل ده، التاج بتاع الستة هيبقى الكلام كله اللي هو 0 1 1 0، هيبقى هنا ام 2 6. انا كده عملت حاجة برضو كالعادة، عملت حاجة غلط، ده كده 0 وده 1، الستة بتتحط في البتاع اللي بعده، فهتلاقي الستة بتتحط هنا، يبقى ده 1 وده 0 1 1 0، الداتا هتبقى ام 6، وده هيفضل ام 8 زي ما هو، و1000 ده هيفضل ام في 0 زي ما هو، واربع اصفار. وبعد كده طبعا لسه 0 0 0. بعد كده عايزين ندخل 8 تاني، فال 8 اصلا موجوده هنا صح، فهيحصل هيت، وده هينزل زي ما هو ام في 0، طبعا دي وحايد، دي طبعا كلها وحايد اللي هو البلد، وده ال 1000 مش هيتغير، ان احنا اصلا عايزين ام في 8 دلوقتي، احنا مش محتاجين نبليس حاجه، وده هيبقى زي ما هو، هينزل الستة، وده هيفضل زي ما هو، احنا ما استخدمناهوش ان احنا عندنا اصلا 0 8 و 6 3 انتريز بس، مش عايزين الرابع في حاجه، التالت هيفضل الفاليو بتاعه صفر، هو اصلا ما استخدمناهوش خالص. فهنلاحظ هنا ان حصل 2 هيتس و 3 ميسز، وال 3 ميسز دول ما تقدرش تتجاوزهم يعني، هم اصلا انت عندك 3 انتريز جداد كل مره، يعني هم 0 8 و 6، فلازم طبيعي انه يحصل 3 ميسز، اقل حاجه ممكن تحصل يعني 3 ميسز يعني. تمام كده يبقى خلاص المثال ده خلص، ونكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.